هذه ورشه ديال اختتام ديال مشروع التاقلم مع التغيرات المناخيه بمناطق الواحات، واللي هو مشروع مهم جدا تمول من طرف صندوق التكيف مع التغيرات المناخيه بواحد المبلغ ديال تقريبا يعني 10 مليون دولار، تقريبا 100 مليون ديال الدرهم. وهذا المشروع يمكن من انجاز يعني مجموعه الانجازات مهمه جدا، وكتهم اولا تعبئه الموارد المائيه عبر يعني احداث عده نقط ديال الماء، استصلاح اكثر من 49 خطاره في المناطق ديال التفيلال، كذلك تعيم الفرشه المائيه، اصلاح اكثر من 60 ساقيه اللي كتستعمل في اساسا في السقي وفي الري ديال المزروعات. هناك كذلك عده منجزات اللي كتهم تحسين الدخل ديال المستفيدين، بحيث انه اكثر من 45 مشروع اللي تمول لفائده المستفيدين، فلاحه صغار، شباب، نساء، في مجالات الفلاحه وفي مجال ديال يعني المقاوله، في مجال ديال السياحه، ديال الصناعه التقليديه، مشاريع كذلك اللي تمولات يعني في مجال ديال التربيه والتكوين، التعليم، مدارس، كذلك في مجال الحفاظ على الواحات وخاصه الحفاظ على الواحات ضد الحرائق. فهذا المشروع يعني هو مشروع مندمج، مشروع متكامل، واللي تم الانجاز ديالو يعني باشراف وكاله التنميه الفلاحيه من طرف يعني من طرف وكاله تنميه مناطق الواحات وشجر الاركان، بتعاون مع شركاء وخاصه المكاتب الجهويه والاستثمار الفلاحي ديال ورزازات وديال تفيلالت، وكذلك مع وكاله الحوض المائي ديال غير غريس زيز. وهذا النوع ديال المشاريع هما مشاريع مهمه جدا ورائده، لانه كيمكنوا المستفيدين في المناطق اللي اكثر تضررا من التغيرات المناخيه وخاصه المناطق الواحات باش يتاقلموا مع ويتكيفوا مع هذه التغيرات المناخيه، وباش يعني يحافظوا على الموروث الثقافي والتاريخي ديال المناطق الواحات، يحسنوا المداخل ديالهم يعني ويزيدوا ماشي بالفلاحه فقط ولكن بجميع القطاعات اللي كتهم دخل المواطن في هذه المناطق الواحات، كما قلت الفلاحه، الصناعه التقليديه، السياحه، الى غير ذلك من القطاعات المهمه في هذه المناطق. كما كتعرفوا المناطق كتعرف واحد قله التساقطات، نقدر نقول لك انه من الثمانينات التسعينات المنطقه كانت عرفت التغيرات المناخيه كتميز بقله الماء. الناس ولاو تيهاجروا، خواو المناطق، جاوا المناطق الداخليه، والغالبيه ديالهم مشاو لبرا. ملي جا الباكزو دار دي بروغرام كي اون سيبلي بزاف الناس ديال الواحه، سورتو يعني لي فامي ولي جون، داروا دي زاكسيون تكريه وتعاونيه نسويه خاصه اللي من خلالها العيالات تمكنوا من خلق يعني فرص شغل وتمكنوا من واحد الدخل قار. عندنا مشاريع متنوعه، مثلا منطقه المعيده اللي معروفه بالكامون والحنه ويعني والعسل الحر، يعني تكريه وتعاونيات، تعاونيات خدماتيه، تعاونيات الانتاج المواد برودوي تيروار، يعني عندهم واحد التاثير ايجابي صراحه، اثروا على المستوى المعيشي ديال الساكنه في المناطق الواحيه. كما كتعرفوا المناطق الواحيه جد هشه، من بين لي سيستيم زعما كي سون فراجيل يعني، وبالتالي تطلب واحد العنايه. جا البروغرام ديال باكزو من خلال التدخلات ديالو في القطاع ديال حفظ الماء، داروا دي سوي، تخدموا الخطارات، يعني ولات يعني الحياه كترجع بشويه بشويه للواحه، وهذا عنده تاثير على المستوى المعيشي اون جينيرال ديال لا فام ودلونفون في العالم القروي بصفه عامه. وكنتمناو ان شاء الله يزيد هذا البروغرام، يكون واحد الباكزو جوج ولا فهمتي، يعني هاد لي بروغرام صراحه سون افيكاس. لقينا ان الباكزو هو اللي كيستهدف بالدرجه الاولى الناس ديال الواحات، وكيكونوا النتائج ملموسه يعني على مدى القريب. كنشكر وكالة التنمية الفلاحية على هذه المشاريع، وكنشكر لونزوا اللي شجع اللي مولات المشاريع باش المرأة القروية تستافد وتوفر واحد المدخول ديالها وتعاون بها دارها وليدتها. والمشاريع اللي عطاونا في المنطقة ديالنا أنهم داروا لنا السواقي وداروا لنا خطارات، منهم استفدوا الفلاحة أنهم يطوروا المشاريع ديالهم وانهم يحافظوا على الماء، وكنشكرهم على هذا المجهود اللي داروا معنا. استفدنا من الالات ديال تسمين التمور، على تسمين التمور كنحولوا التمور، في الاول كانت غير تمر، دابا كتكون الفائده في التمور وكتكون في العظم،
كنديروا العسل، كنديروا لاباط، كنديروا تحلاوس، كنديروا الكونفيتور، كنديروا مجموعه ديال المواد في ديك التمر. والمهم راه كتباع الحمد لله وكان عليها الطلب، ودابا ان شاء الله كنتسناو غير اللونصه باش نبقاو نحضروا المعارض، وكنتسناو التمويل باش يتطور المشروع ويتزاد المدخول ديال المراه القرويه. ايوا تحركوا ووفروا واحد المدخول ديالهم. ايوا في الاول راه كانت نيت القضيه، راه كتعرف المراه القرويه راه ما خدامش غير الدار، دابا الحمد لله راه كتخدم في الدار وكتخدم على برا وكتعاون الراجل في المصروف اليومي ديالو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.